الحقيقة الإجراء هذا، ولكن كي سمعنا وزير الإعلام الإسرائيلي السبب اللي على خاطره باش يغلقوا قناة الجزيرة يضحك ويبكي في نفس الوقت. كيفاش يعني هو أسوة بالأخوة المصريين والسعوديين والإماراتيين، هو قرر باش يختار أنه يغلق قناة الجزيرة. طبعا قناة الجزيرة نعرف اللي هي تنقل الأحداث، أو ربما في كل مرة هي اللي تنورنا باللي صاير في الأراضي المحتلة. دونك اليوم فرصة استغلها، نتصور استغلتها إسرائيل أنها تغلق قناة الجزيرة، على خاطر فما دول أخرى اعتبرها، وزير الإعلام قالها أنها دول سنية معتدلة بالإمكان أن نتعامل معها في مكافحة الإرهاب، قالت هذا. دونك احنا رانا معاها، وحتى اليوم ريت تدوينة للمتحدث باسم الجيش الصهيوني قال فيها انه خذ عامل كابتور ديكرون للاستاتيو مكتوبة في ظهر جريدة الرياض، حاجة هكا تحكي على انه كيفاش حركه حماس الارهابيه حاضره في ايران. دونك هو خذاها وقال الحمد لله اليوم زاد الاخوه في السعوديه ولاو يحكيوا كيفنا، اليوم حماس هي منظمه تنظيم ارهابي. دونك اليوم تحسوا كانه فما توجه عام، وكانه الشيء اللي كان ربما احنا كان يقال انه يصير في الخفاء ما بين الدول العربيه وما بين اسرائيل والتطبيع معها، اليوم ولا بالمكشوف. اللي خطوة أولى بدأتها السعودية ومصر والإمارات، احنا كإسرائيل هنا باش نكملوها. دونك باش نخلقوا قناة الجزيرة. دونك اللي ما كانش ينجم يعملوا عملوا اليوم، عملته إسرائيل. صحيح هو مشروع قانون، لأن هم يعتبروا روحهم رواد حرية التعبير في المنطقة، وعلى أساس هذاك قاعدين يخدموا. دونك اليوم رواد حرية التعبير يعتبروا قناة الجزيرة مع الإرهاب، أو تنشر في الإرهاب، أو تطبع مع الإرهاب. دونك احنا باش نغلقوها، خاطر فما الأسباب وريناها واللي هي الضحك، خاطر فما بلدان عربية أخرى أغلقت قناة الجزيرة. الحقيقة حاجة تضحك وحاجة تبكي وحاجة تخلينا اليوم نطرح أكثر من سؤال، معناها الخيانة كما كنا قبل، أو التطبيع، ولا وجهة نظر، أو التعامل مع الكيان الصهيوني نجم يكون عادي، أنا نتعامل معها أنت ما تتعاملش معها، عبارة دورة عربية. ولو أنه اليوم ولينا نشوفوا دول عربية تتعامل مع إسرائيل وما تتعاملش مع قطر. ما ترىش أنه غلق مكتب الجزيرة مثلا في القدس قد يأثر على النشاط المقاوم الفلسطيني، نشاط التحركات الفلسطينية هناك، خاصة أنه شبكة الجزيرة عرفت يعني منذ التسعينات بتغطية أغلب الانتفاضات الفلسطينية بشكل معمق بشكل كثيف، وساهمت في ربما التعريف بالقضية الفلسطينية من جانب آخر، خاصة فيما يتعلق بالتحركات ويعني ما يقوم به مختلف الفصائل الفلسطينية من أجل التصدي للعدوان الإسرائيلي هناك. طبعا الحقيقة أنا ربما أنت تسأل فيه في سؤال، أنا قبلها وقت اللي سمعت الأخبار من البارح وأنا نخمم توا وين باش نمشي باش نعرف الأخبار، بديت نشوف حتى في الديباج فما يعني أكثر من صفحة على الأقل من داخل فلسطين، باش نولي نتبع في أخبار اللي صاير في فلسطين من الفيسبوك، خاطر الحقيقة بخلاف الجزيرة ما فماش بلاصة نجم نتبع منها الأخبار اللي صايرة في الأراضي المحتلة. دونك اليوم مجبر إني باش نرجع للفيسبوك، عبارة رجعنا لما قبل بن علي، يعني عرفتك الفيديوهات اللي مش واضحة وتبدأ تتعدى في فيسبوك، باش نرجع لهذاك، باش نرجعوا نشوفوا اذا تنحات التغطيه نتاع قناه الجزيره المتواصله وريناها اخرها اللي صار في المسجد الاقصى والبوابات اللي صارت وغيره. دونك اليوم باش نرجعوا نعاودوا نحكيوا على مشهد اعلامي جديد ربما يقرا البيانات اللي يصدرها الجيش الاسرائيلي بعد كل هجمه في غزه. دونك هذا هو، والا نتبعوا صفحات الفيسبوك مادام فماش تغطيه من قناه الجزيره. قرار غريب لكن غير مستبعد، يعني أن يكون هذا القرار من كيان غاصب وظالم محتل الأرض الفلسطينية فهذا متوقع، لكن الغريب هو أن مؤسسة إعلامية، يعني احنا شفنا قناة الجزيرة تبث الناس الكل، تتكلم عن الناس الكل، تستضيف الناس الكل، فلماذا يتم غلقها اليوم؟ يتم غلقها لأن الجزيرة هي الوحيدة التي تنقل الصورة كما هي وتنقل الخبر كما هو من, 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 من الأراضي المحتلة، فالأمر هذا يزعج أكيد الكيان الصهيوني. لكن الحاجة اللي نحب نقولها أنه يمكن انتقاد الجزيرة واللي يقوم بغلق مكتب الجزيرة، لكن الصورة من فلسطين ستأتي للعرب، ستأتي للشعوب العربية، وستواصل الشعوب العربية تساند القضية الفلسطينية سواء عبر شاشة الجزيرة أو عبر غير شاشة الجزيرة.
بالنسبة لك يعني النشاط الفلسطيني داخل كما لاحظنا الأيامات الأخرى في المسجد الأقصى أو حتى التحركات الموجودة في الضفة الغربية والقدس ممكن تتأثر من حيث التغطية الإعلامية كيف يغلقوا مكتب الجزيرة هناك؟ لا أتصور ذلك، أنا أعلم جيدا أن الإعلام يتطور، اليوم هناك صحافة الموبايل، اليوم هناك شباب ناشط، اليوم الهاتف بهذه الوسيلة يمكن أن تصلنا الصورة من 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 كل مكان، والجزيرة تعمل على ذلك منذ مدة، الجزيرة ذكية ومن أجل ذلك لديها فريق في الإعلام الجديد يعمل على هذا، يمكن أن يغلق الكاميرات الكبيرة، يمكن أن لا نرى ربما مصدح الجزيرة في 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 فلسطين المحتلة، لكن سنرى شباب يؤمنون بالقضية ويرسلون الصور والفيديوهات لقناة الجزيرة لتواصل بثها حول العالم. لذلك لماذا يعني يتم اتخاذ هذا القرار؟ شاهدنا يعني وزير الإعلام الإسرائيلي أشار إلى أنه دول عربية أخرى معتدلة سنية كانت سباقة نحو إغلاق مكتب الجزيرة، فنحن نستأنس حسب قول يعني بهذا القرار لإغلاق قناة الجزيرة لما اعتبره يعني تباهي من قناة الجزيرة مع ما يسميه هو الإرهاب أو نسميه نحن المقاومة الفلسطينية. خلاف الأشقاء العرب مفهوم وأكيد سيجدون حلا آجلا أم عاجلا، لكن أن يقول الكيان الصهيوني أن نحن نستأنس بالدول العربية فهذا عار عن الصحة وهذا استقواء واهي لديهم، ما يمكن قوله أن تصرف ارتجالي يدل عن ضعف ويدل عن ضعف كبير من طرف هذا الكيان الذي لم يستطع أن يوقف صورة الجزيرة إلا عبر تطرف أكبر وهو غلقها. كيف تنظر إلى غلق مكتب الجزيرة في القدس من قبل القوات الإسرائيلية والتوجه نحو التضييق على عمل الفريق الإعلامي هناك في الجزيرة؟ إغلاق مكتب الجزيرة في القدس هو تعدي واضح على حرية الإعلام في العالم العربي، هو إسكات كلمة الحق وكلمة الإخوة في فلسطين أخت في القدس، تعدي على حقوق حقوق الإعلام والحقوق الصحافة والإعلام اليوم في العالم العربي كذا نواجه هذا المشكل وخاصة بعد فوات قليلا. إسكات إغلاق مكتب قناة الجزيرة يعد هو رسالة كانت من قلب القدس، الجزيرة كانت تصل كافة العالم العربي، اليوم تم إغلاق هذا المكتب تعدي على حقوق الصحافة تعدي على إغلاق المكتب هناك لربما قد يؤثر على التعريف بأنشطة الفلسطينيين في مقاومة الاحتلال هناك في القدس. بالفعل قناة الجزيرة هي كانت دائما وابدا كانت ملازمة للقضية الفلسطينية، كانت صاحبة حق، كانت جنبا إلى جنب إلى الإخوة في فلسطين، اليوم بعد قرار الإغلاق هذا وأكيد له التبعيات وأكيد له مصالح شتى في كل دول، لا شك أن هناك حتى نقول مؤامرة على إغلاق مكتب الجزيرة في القدس. الجزيرة كانت ولا زالت وستبقى القناة التي عهدناها منذ القديمة، قناة الباعثة لرسالة كل الشعوب العربية. إغلاق مكتب الجزيرة في القدس هو وصمة عار على صاحب القرار وحتى نقول إلى تلك الدول المعنية أنها ستبقى كذلك وصمة عار في تلك الدول.